احتفى مطار البحرين الدولي بمواطني المملكة العربية السعودية الشقيقة القادمين إلى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92. نعم، هذا وتشارك مملكة البحرين شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية احتفاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط المملكتين والتي تعد أنموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، وتعكس واقعا لوحدة المصير المشترك والروابط الأخوية المتينة التي ضربت بجذورها عبر التاريخ. وتعد ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مناسبة لاستذكار عمق العلاقات الراسخة بين البلدين وما تشهده باستمرار من ازدهار بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظهما الله ورعاهما. اليوم الوطني يعد يعني من الايام الجميله في اللي تمر على المملكه العربيه السعوديه، وهن فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وكذلك الشعب السعودي بشكل كامل وعام. ان شاء الله احنا كلنا اخوان ما شاء الله تبارك الله من زمان، فاحنا يد واحده واخوان على طول الخط، والحمد لله يعني شيء طيب اننا نشوف هالاحتفال وهالعرضه اللي انتم سويتوها علشان السعوديه. بهذه المناسبه ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى. بهذه المناسبه الغاليه على قلوبنا وعلى قلوب جميع يعني الخليجيين والعرب، وشفنا يعني الاخوان في البحرين جزاهم الله خير يعني يحتفلون بهذا اليوم الوطني الكبير على الجميع. احب اهني الشعب البحريني بهذا اليوم، لان انتم احنا واحنا انتم ما بيننا فرق، وكل عام واهل السعوديه بخير، والله يخلي لنا الملك سلمان وولي عهده محمد. عسى دوم السعوديه تكون بامن وامان. احنا السعوديين بنينا المجد والهمة وتعلينا كل قمة.